بك أستاذ محمد. الخبر الأبرز طبعا هو التغيرات التي جاءت بأوامر ملكية بالأمس والتي طالت الوزارات الأهم والأكثر حيوية في المملكة. ما مدى تأثير هذه التغييرات على شكل السوق السعودي من الآن فصاعدا؟ وأذكر أنه علي النعيمي هذه الشخصية البارزة ليس فقط على مستوى المملكة ولكن حتى على مستوى العالم، يبدو التغيير يعني كوزارة بترول إلى وزارة طاقة وصناعة أمر هام وجوهري في السوق السعودي. تفضل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما في شك أنها يعني إشارة من يعني ولي الأمر في المملكة للجهاز التنظيمي في الحكومة إلى أننا أمام تحديات كبيرة ويجب أن نتفاعل بشكل سريع مع المتغيرات الداخلية والخارجية، والهدف الرئيسي أيضا تحسين الأداء الحكومي وأيضا رفع مستوى الإنتاجية والتفاعل مع أيضا الرؤية السعودية لعام 2030. ما في شك أنها تغيرات كبيرة جدا، يعني إن كان على شكل مجلس الوزراء وإن كان أيضا على شكل التنظيم الهيكل التنظيمي للدولة من خلال طبعا إعادة هيكلة الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة. يعني بالتأكيد أن حنشوف بعض الأسماء الكبيرة تخرج، بعض الأسماء الجديدة تدخل، خصوصا الدماء الشابة الجديدة، لكن طبعا يبدو أن الأبرز هو شخصية المهندس علي النعيمي بحكم أنه شخصية كبيرة، يعني لعب الدور كبير في قيادة يعني وزارة البترول طوال يعني 20 أو 30 سنة الماضية وقادها باقتدار. لكن من الطبيعي أن يعني تكون هناك محطة استراحة وإعطاء المجال لغيره لإدارة دفة يعني الجهاز الذي كان يديره. لكن بالتأكيد يعني أعتقد تغييرات سريعة جدا والرسالة واضحة جدا للوزراء جميعا أن يجب أن يعملوا بأقصى طاقة وبأسرع وقت بهدف يعني التفاعل مع المتغيرات وتحسين الأداء وأيضا التوجه إلى الرؤية السعودية المهمة طبعا اللي هي 2030 في ظل طبعا إعادة الهيكلة، لأن شفنا تغييرات كثيرة في إعادة الهيكلة، يعني ربط أجهزة حكومية متشابهة في الأداء مع بعضها البعض، منع الازدواجية، فصل إلغاء وزارات وفصل أيضا النشاطات اللي تتضمنها ضمن وزارات أخرى، كلها في الحقيقة توجهات أنا أشوفها يعني لها ما يبررها في هذا الوقت تحديدا بهدف طبعا تحسين الأداء ورفع الإنتاجية بالدرجة الأولى. طيب، عملية الإلغاء أستاذ محمد عمران وزارة المياه والكهرباء يعني ودمجها ضمن وزارة التجارة وأيضا الصناعة، إلى أي مدى يعني منظومة الكهرباء ستكون أكثر فاعلية مع هذا التغيير برأيك؟ وما في شك أنه تم الإلغاء مثل ما تطرقتي، لكن المياه يبدو لي أنها راحت مع وزارة البيئة والمياه والزراعة من طرف، ويبدو أن الكهرباء أيضا ذهبت إلى اتجاه آخر، أعتقد أنها أصبحت تحت وزارة الطاقة. يعني يبدو لنا كده وإنشاء لأن هذا هو التنظيم، يعني تم أيضا إنشاء هيئة تنظيم للإنتاج وإنشاء هيئة تنظيم صحيح. فبالتالي يعني في فصل للماء والكهرباء اللي الموضوع اللي كان مثل ما هو معروف يعني استحوذ على اهتمام المواطنين داخل المملكة في الفترة الأخيرة، واللي بسببها تم يعني إبعاد بعض كبار المسؤولين في وزارة المياه والكهرباء وأيضا في شركة المياه الوطنية، وواضح أنه يعني هذا يعني جزء من التغيير اللي حصل في الفترة الأخيرة، إضافة طبعا إلى أن هيئة الاستثمارات العامة تم ربطها مع وزارة التجارة وتم تعديل الاسم إلى وزارة التجارة والاستثمار بسبب ترابط الأداء فيما بينهم، أيضا تم ربط الصناعة تحت الطاقة والثروة المعدنية على أساس أن الصناعة يعني مرتبطة بشكل كبير بالحصول على مصادر الطاقة وإعادة تنظيم الطاقة بشكل عام، وخصوصا من أهم استخداماتها القطاع الصناعي في المملكة. تغييرات كبيرة بالحقيقة، يعني واضح جدا أنها غربلة نقدر نقول اقتصادية، يعني تتماشى مع سياسة الإصلاح اللي ماشي فيها الملك الله يحفظه، وأيضا يجب أن نتوقع مستقبلا أن نشوف مزيد من الإصلاحات في نفس النهج
خلال الشهور القادمة والله أعلم. يعني كنا نتوقع أن تكون الإصلاحات هي في نطاق الرؤية التي تتضمن تغيير هيكلية الاعتماد على النفط إلى تنويعه إلى مصادر مثل صناعية وغيرها، لذلك وجدنا الوزارات الأهم في هذا الموضوع. لكن موضوع مؤسسة النقد، هل تعتقد أنه سامة التي تقوم بدور بنك مركزي أيضا كونها سترعى عملية يعني الإشراف على صندوق الاستثمار السيادي على توجهات السياسات النقدية، أيضا كان يجب أن تناط إلى شخصية جديدة وبث دم جديد في هذه المنظومة؟ صحيح، يعني الدكتور أحمد الخليفي من الدماء الشابة، وهو ليس غريب عن مؤسسة النقد، هو ابن لمؤسسة النقد لسنوات طويلة، واعتقد أنه يتميز عن غيره بأمانة أن عنده خلفية أكاديمية قوية جدا في النظريات الاقتصادية، وهذا ما تفتقده حاليا مع الأسف الإدارة العليا في مؤسسة النقد حاليا، ويبدو أن السبب أن يعني معظمهم لديهم خبرات لكن ليس لديهم الخلفية القوية في الأكاديمية تحديدا في الاقتصاد. الدكتور أحمد يملك هذه الخلفية الكبيرة يعني بسبب عمله السابق في وزارة البترول ثم مؤسسة النقد وقربه أيضا مع المؤسسات الدولية مثل الـIMF صندوق النقد الدولي وغيرها، واعتقد انه يعني يملك يعني خلفية كبيرة، وهذا هذه النقطة اللي تميز، لأنه واضح جدا في الفترة الأخيرة أن المسؤولين هم في مؤسسة النقد هم في الحقيقة ذوي خبرة فقط ولا تملكهم المعلومة الكبيرة والدراية الكبيرة في الجانب الأكاديمي. يعني أعتقد الدكتور أحمد بحكم أنه كان مساعد للمحافظ لإدارة الأبحاث والعلاقات الدولية في السابق، وبسبب أيضا يعني أنه شخصية شابة وأيضا تملك الخبرة الأكاديمية، بالتأكيد أنها حتلعب دور كبير وحنحتاجها في المستقبل، لأن مؤسسة النقد مؤسسة يعني حساسة جدا، لها طبيعتها الخاصة ويعني تعاملها مع معطيات دقيقة جدا. طيب، كلها في الغالب تعتمد على الجانب الأكاديمي الاقتصادي بالدرجة الأولى. السوق الآن أستاذ محمد يعني مع هذه التغيرات الهيكلية كيف يعني سيلتقط هذه التغيرات، إلى أي مدى سيكون هناك في إيجابية يمكن بقراءة الأسماء التي يعني والحقائب الوزارية التي استلمها الوزراء الجدد، هل سنرى انعكاس حقيقي على السوق الآن؟ هو واضح ميسة يعني من ردة الفعل الأولية للسوق أن تفاعل إيجابي جدا يعني مع هذه التغيرات، وواضح أن يعني في تفاؤل كبير يعني بين المتداولين بالسوق حول التغييرات هذه، واضح جدا يعني هي الرسالة، يعني أعتقد واضحة جدا أن الجهاز الحكومي في المملكة هو يعاني من ثغرات في السابق، وواضح أن من القرارات اللي أعلن عنها الملك الله يحفظه الآن أو حتى في الفترة الأخيرة آخر سنة، واضح أنها الهدف هي معالجة هذه الثغرات وتحسين الأداء ورفع الإنتاجية، وأيضا يعني محاولة يعني تفادي أي معوقات ممكن تعترض مسيرة العمل الحكومي في التوجه للرؤية السعودية. فيعني احنا من زمان احنا كمواطنين الجميع يعني انتقد اداء الاجهزه الحكوميه في كثير من الاخطاء اللي كنا نعاني فيها في السابق، وهذا واضح ان القياده في المملكه تدرك هذا الخطا، وبالتالي هي تحاول ان تعالجه من خلال اعاده هيكله مستمره يعني، وايضا ضخ دماء جديده وتبديل في الادوار، كل الهدف هذا منها تحسين الاداء ورفع الانتاجيه. واعتقد اننا ايضا في المستقبل يعني حنشوف الكثير من التغييرات، خصوصا انها رساله واضحه الى ان يعني يجب على الوزراء عموما والكبار المسؤولين في الدوله لا ينتظروا ان تنتهي فترته المحدده باربع سنوات حتى يعاد تقييمه، ممكن اعاده التقييم ممكن تتم خلال شهور وممكن خلال سنه اذا لم يتم الاداء، وهذه هي الرساله الاهم في هذا الجانب، مما يعني اننا ممكن نشوف يعني تغييرات سريعة في المستقبل إذا لم يتم تحسين الأداء ورفع الإنتاجية في الأجهزة الحكومية عموما. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد العمران، الرئيس التنفيذي لشركة أماكا للاستثمارات، كنت معنا مباشرة من الرياض.